نرجع في البطولة. طيب بالنسبة لعلي معلول، الدكتور خالد محمود ده خبر برضو دلوقتي واحنا مع بعض كده على الهواء بنحاول نوفيكم بكل الجديد. الدكتور خالد محمود طويل الفريق الاول لكره القدم من النادي الاهلي قال ايه؟ قال ان تشخيص اصابه علي معلول الظهير الايسر للفريق عباره عن شد في العضله الضامه اليمنى ويحتاج لفتره علاج تصل الى اسبوعين. طب الحمد لله زي الفل، اصابه معلول شد في العضله الضامه ويحتاج فتره علاج الى تصل الى اسبوعين. زي ما قلت لحضراتكم في بدايه الحلقه قبل ما الاشعه تطلع قلت لحضراتكم بكتير قوي هتبقى شهر لان هي شد خفيف في العضله الضامه. الحمد لله الحمد لله دكتور خالد محمود طبيب الفريق قال لنا ايه؟ اسبوعين اهو. فان شاء الله يعني اصابه مش طويله وعلي معلول احد الركائز الاساسيه في فريق النادي الاهلي وان شاء الله يرجع سريعا خلال اسبوعين هيبقى فيها تدريبات علاجيه او بعض الامور العلاجيه ويخش في تدريبات واحده واحده والدنيا تمشي كويس باذن الله لانه لعيب مهم قوي بالنسبه للنادي الاهلي. اللي جاي ان شاء الله الافضل افضل بكتير جدا والبوادر موجوده عند المدير الفني وعند اللاعبين والاصرار وكل حاجه كويسه الحمد لله ان شاء الله خير.